السلام عليكم، ازيكم يا زعماء؟ باذن الله الفيديو ده فيديو سريع عن امراض البيتيوتري جلاند عشان الفليب بتاع بكره. حابب انوه بس الحاجه واقول لكم انا مش بدات بيتيوتري ليه يعني، وقد يكون ان حضرتك مش مدرك حاجه مهمه، ان كل ما تذاكر مديول وتبدا بمديول بتمسك اول مذكره تصمها زي اسمك وتطنش المذكرات الباقيه. فانا ما رضيتش ابدا بالبيتيوتري على الرغم ان الكليه بادئه بيها وكتابكم بادئ بيها، بس انا ما رضيتش ابدا بيها. بدأت بالمهم واللي هيجي لك في الفاينل. الفيليب ده مقضوع عليه كده كده، الفيديو مش هياخد ربع ساعة بإذن الله، تلت ساعة بالكتير، وهتلاقينا مفنشين البيتيوتري، فما تقلقش يعني. بس أنا بدأت لك بالصيود أهم. لو حد قال أنا عاوز أسمع فيديو أقول له روح اسمع فيديو الصيود، وبعد كده في ديله البيتيوتري كده على السريع يعني. البيتيوتري جلاند هنبدأها مع بعض ونبدأ شوية معلومات فسيولوجية عليها. حضرتك أكيد بدأت مع الفسيولوجي، عرفت إن البيتيوتري جلاند هي عبارة ليها اسم تاني اسمها هايبوفيزيس. وكلمة هايبوفيزيس يا دكاترة، كلمة هايبوفيزيس يعني باسقة، بتكون حتة باسقة كده يعني، أمس سوري بيسموها بالتفة كده، حتة كده تحت البين، متدلية من البين، متدلية من البين، متصلة بمنطقة كده هنا تسمى منطقة الهايبوثالاموس، هي اللي بتتحكم في إفرازات هذه الغدة. غدة البيتيوتري جلاند قاعدة على عظمة كده، العظمه دي اسمها ايه؟ اسمها السله توشيكا، اسمها السله توشيكا. اتاتشت بالهايبوثالاموس بعصايه او بدراع هنا كده، الدراع ده اسمه بيتيوتري ستوك، اسمه بيتيوتري ستوك. البيتيوتري جلاند هي تعتبر المايسترو، هي الماستر جلاند. هي ليه الماستر جلاند؟ بص معايا هنا كده، بص معايا. البيتيوتري جلاند بتقسم الى جزئين، جزء امامي يسموه انتيو بيتيوتري، وجزء خلفي يسموه بوستيو بيتيوتري. البوستيو بيتيوتري يا دكاتره هي ليها وظيفتين فقط. وظيفه ان هي بتطلع هرمون اسمه اوكسيتوسين، زي ما بيسموه في الفسيولوجي هرمون الحب، بس ما يهمنيش على قد ما هرمون الاوكسيتوسين هو اللي بيساعد الكونتراكشن بتاع البريست عشان يطلع اللبن. هو اللي بيساعد الكونتراكشن بتاع البيست عشان يطلع الايه؟ عشان يطلع اللبن. وهرمون اسمه اي دي اتش، هرمون اي دي اتش المضاد لاقضاء البول، انتي دايوريتيك هرمون، بيشتغل على التبيول بتاعه الكدني ويساعد على امتصاص الميه، بس بيساعد على امتصاص الميه فقط يا دكاتره، الانتي دايوريتيك هرمون. وبرضه قالوا لكم في الفسيولوجي ان حضرتك ان الهرمونين دول بيصنعوا في الهايبوثالاموس ويتنقلوا من خلال اكزونز كده يا دكاتره للبوستيو بيتيوتري، بينما الانتيو بيتيوتري الهرمونات بتاعتها بتصنع فيها. فبالتالي ان البوستيو بيتيوتري بتكون متحكم فيها او اللي بيطلع هرموناتها هي اعصاب، فيسموها نيو هايبوفيزيس. انا قلت لك هايبوفيزيس تساوي بيتيوتري، بينما الاولانيه لا، ده الاولانيه عباره عن غده، الانتيو بيتيوتري هي غده عباره عن خلايا، فبالتالي يسموها ادينو هايبوفيز. عشان كده يقول لحضرتك ان البيتيوتري بتقسم لانتيو لوب تسمى ادينو هايبوفيز، وبوستيو لوب يسمى نيو هايبوفيز. طب كلام كويس، عاوزين نشوف البوستيو بيتيوتري بتفرز ايه؟ اي دي اتش اوكسيتوسين. طب الانتيو بيتيوتري؟ قال لك اما جينا نشوف الخلايا بتاعت الانتيو بيتيوتري لقينا في خلايا بتقبل الصبغه اسمها كوموفيل، فيل يعني محب، وخلايا بتكره الصبغه كوموفوب. الكوموفوب مش هنتطرق للوظيفه بتاعتها، هنتطرق للكوموفيل اللي بتقبل الصبغه، حمراء ولا زرقاء؟ والله يا دكتور تختلف، ممكن تكون حمراء وممكن تكون زرقاء. لو كانت حمراء، كلمه حمراء يعني اسيدوفيليك، الاسيدوفيليك سيل هي مسؤوله عن افراز هرمونين، هرمون تحته اسمه جوس هرمون، بيساعد نمو اي حاجه، عظم، بون، تيس، اي حاجه، مصل، بيساعد نمو كل الجسم. وهرمون بولاكتين، البولاكتين هو الذي يحفز البيست على تصنيع اللبن، ولكن الاكسيتوسين هو الذي يحفز البيست على افراز اللبن. ماشي، يبقى في واحد بيحفز على التصنيع وفي واحد يحفز على الافراز. يبقى الاسيدوفيل بتطلع جوس هرمون وبتطلع بولاكتين. طب البيزوفيل يعني ايه؟ كلمه بيزوفيل يا دكتور؟ بيزوفيل يعني الخلايا الزائده، هي اللي بتطلع الهرمونات الثانيه، زي ما خدنا في الثايرويد التي اس اتش، الثايرويد ستيمولاتنج هرمون،
الاي سي تي اتش الادينوكورتيكوتروفيك هرمون اللي بيحفز الادرين اللي بيحفز الادرينال جلاند، الميلانوسايت ستيميوليتنج هرمون اللي بيحفز عند حضرتك الميلانوسايت على ان هو مش يطلع من الاسيدوفيليك قوي يعني، مش مهم، الاي سي تي اتش التي سي اتش وهكذا. دي مقدمه سريعه كده على البيتيوتري. تعال ندخل في امراض البيتيوتري. امراض البيتيوتري ثلاث امراض، اما زياده اما تقل اما اورام، اما زياده اما تقل اما اورام. زياده يسموها هايبر بيتيوتريزم، والهايبر بيتيوتريزم يعني زياده في افرازات الغده البيتيوتري. طب هي البيتيوتري يا حبيبي ايه اللي ممكن يفرق، ايه اللي ممكن يخليها تفرز زياده؟ اللي ممكن يخليها تفرز زياده الوام ومشتقاته. يعني ايه الوام ومشتقاته؟ ان يطلع فيها وام حميد. الوام الحميد ما منوش ضار الا انه بيقعد يفرز وخلاص، بيقعد يفرز كتير. فلو العيان عنده بيتيوتري ادينوما، لو العيان عنده بيتيوتري ادينوما دي هتساعد في افراز البيتيوتري او بتزود افراز البيتيوتري. خلي بالك ان هي ممكن تقلل افراز البيتيوتري. وام طلع قد بالزياده او قد بالنقصان يا حبيبي، او ان الخلايا يحصل فيها هايبوبليجيا، يحصل فيها هايبوبليزيا تزيد يا حبيبي في العدد. طب يا دكتور البيتيوتري حجمها زاد سواء ادينوم او هايبوبليزيا، فالاثنين حجمها يعني في الاخر ان البيتيوتري ديت بدل ما كانت كده لا ده حجمها هيزيد يا دكتور. هي البيتيوتري دي موجوده في الشارع، ما موجوده في زي ما هي موجوده في دماغك، فبالتالي هتزود ضغط المخ فتزود الانتراكرينيال بريشر. طب هي البيتيوتري مش غده؟ اذا طلع منها وام او خلاياها زادت في العدد فيزود افرازات الهرمونات. زي اداك امثله جروس هرمون، عارف الجروس هرمون لو زاد قبل البلوغ الواحد ده تحس ان جسمه كبر كده قبل اوانه، يسموها جيجانتيزم. جيجانتيزم يعني العملاقه. او لو زاد بعد البيوبيتي يسموها اكروميجالي. يبقى ايه الفرق ما بين جيجانتيزم واكروميجالي؟ هتاخدوها تفصيليا في الفسيولوجي، والله تفصيليا في الفسيولوجي. عشان كده بقول لك البيتيوتري بالنسبه لي مش مهمه في الباثولوجي، كلها فسيولوجي اصلا، حتى امراضها هتاخدها في الفسيولوجي، لانه هيقول لك في الجيجانتيزم بيحصل كذا. انت واخد الجوس هرمون وظيفته في الفسيولوجي كل حكايه، هيقول لك اما يزيد بس الاقصى والاقل. التي اس اتش يا حبيبي اما يزيد هيعمل ايه؟ ثايرويد هايبربليزا وهايبرثايرويدزم. ده الهايبربيتيوتريزم سببها ادينوما او هايبربليزيا، بيزيد حجمها يعمل انتركرينيال بريشر ويزيد وظيفتها تعمل والله على حسب الهرمون جيجانتيزم او اكوميجال يا حبيبي لو كان جوس هرمون هايبربليزا وهايبرثايرويدزم لو كان تي اس اتش. طب الهايبوبيتيوتريزم يعني غده البيتيوتري نشاطها قل، قد نشاطها يقل لهرمون معين جزء معين، يعني تلاقي مثلا الاسيدوفيل الضابط او البيزوفيل، او قد يكون الغده كلها فيسموها بان هايبوبيتيوتريزم. طب بص معايا، قال لك ايه هي الاسباب؟ الاسباب دي يعني لو في سؤال لك جه نظري ممكن هو يكون ده يعني مش مشكله. الاسباب يا حبيبي قال لك والله الاسباب عاوز تحفظها، احفظها بان سراج اتجوز شيهان. سراج اتجوز شيهان. شيهان عندي سندروم يسمى شيهان سندروم. ايه شيهان سندروم ديت؟ شيهان ديت بنت اتجوزت وحملت وخلفت، بعد اما خلفت لقينا ان حصل لها نزيف في البيتيوتري، حصل بوست باتم هيمويج وثرومبوس زياده كثره في التغذيه في الارتيز في الشرايين بتاعت الانتيريو بيتيوتري. يعني الدم اتقطع على الانتيريو بيتيوتري، يعني حصل اسكيميا، يعني حصل اسكيميك انجري يا دكاتره، اسمها شيهان سندروم. طبعا هيؤدي ايه؟ هيؤدي الى نيكروسيس في الغده ويؤدي الى ان الخلايا تقل. حد يقول لي ممكن تزيد، اقول لك انت الدم ده مهم جدا لتنميه الغده. الدم قل فبالتالي الغده مش هتقدر تنمو، مش هتقدر تجوس. طب سراج، والله سراج اس ار جي. الاس ان والله الغده وانت ممكن بتعمل عمليه تخبطها ولا حاجه فتاثر عليها تدمرها. الار انك ممكن وانت بتتعرض للاشعاع تصيب البيتيوتري جلاند، لذلك الناس اللي بتتعرض لاشعاع السرطانات وهكذا بتعالج السرطان ممكن تلاقي نشاط الغده البيتيوتري بتاعتهم بدا يقل، خصوصا لو اتعرض لاشعاع لفتره طويله. الجي جرانيولوميتس انفلاميشن، لو جرانيولوما تي بي وبدا ينتشر للبيتيوتري كمان ولا حاجه. ماشي سراج، سراج الايه معلش في ايه هنا كمان
الايه ادينوما، ايه الادينوما؟ بيتيوتري ادينوما دي، قلت لك ان البيتيوتري ادينوما قد يزيد ويقل. طب افرض في بيتيوتري ادينوما ما بتعملش حاجه، نون فانكشن، مالهاش وظيفه يا دكتور، نون ايه؟ نون فانكشن، مالهاش وظيفه، برضه هيكون ليها مشكله. ايه مشكلتها؟ اللي بيجر انها تضغط، فبتعمل بيجر افكت باي نون فانكشن بيتيوتري ادينوما. يبقى سراج يا زعيم، سراج والله الاس سيرجري، الار راديشن، الاي ادينوما، الجي جرانيولوميتس انفلاميشن. ده كله هيؤدي طبعا الى نقص الهرمونات، نقص الاي سي تي اتش، هايبو ادرينالزم يعني الادرينالين، هايبو ثايروديزم، لوس اوف سكندري سيكشوال كاركتر، يعني الباثولوجي الغده حجمها هيقل شرانك واتوف، يحصل لها اتوف. كده خلصنا الانتيوبيتوتيك بس زياده وقل، اما هايبر بيتيتوريزم او هايبو بيتيتوريزم. الهايبو بيتيتوريزم سببها بليزيا او ادينوما، الهايبو بيتيتوريزم سببها ان عمك وخالتك شيهان اتجوزت صور شيهان سندروم، اللي هي الاسكيميك انجري بوست مارتم هيموريج او ثرومبوسيس، ويا عند حضرتك سراج الاس سيرجي والار راديشن والاي ادينوما نون فانكشن بتعمل بريجر يا دكتور وجي جرانيولوماتس. طب البوستيو بيتيوتري، البوستيو بيتيوتري بتطلع هرمون اسمه اي دي اتش. الاي دي اتش هو بيحبس ميه. طب افرض البوستيو بيتيوتري باظ، يبقى الاي دي اتش قليل، يبقى هيحبس ميه؟ لا، العيان ينزل ميه كتير، عنده بولي يوريا. عاوز اقول لك ان ممكن العيان ينزل اب تو 20 لتر في اليوم. ايه 20 لتر في اليوم؟ اه والله 20 لتر في اليوم. ساعتها نسميها، اقول لك ايه العيان اللي بينزل ميه؟ عيان السكر. عين السكر دايما يقول لك ايه ناشف يا دكتور، انا عطشان وبنزل ميه كتير، فيقول لك اه هو هنسميها نفس برضه نفس بتاع السكر، نسميها ديابيتس. ولكن بص معايا بقى في التسميه، الديابيتس الثاني اللي هو بتاع البنكرياس بسبب دمار في البنكرياس يسموه ديابيتس ميليتس، ديابيتس ميليتس لانه بيكون معاه سكر، بيكون مسكر. اما ده اسمه ديابيتس انسيبيدس، يعني مش مسكر، مش معاه سكر يا دكتور، يسموه ديابيتس انسيبيدس. الديابيتس انسيبيدس ما هو اللي عباره عن بولي يو يا. طب هو انت ما تنزل ميه مش هتعطش؟ اه هتعطش يا دكتور، يحصل حاجه اسمها بولي ديبسيا، فيسموها بوليويا بولي ديبسيا سندوم. واحد يتحنيك ويقول لي بولي ديبسيا بوليويا، اقول له غلط، بولي ديبسيا بوليويا ده مرض تاني يا حبيبي، اسمه بوليويا ادت الى بولي ديبسيا وليس العكس. لان في مرض تاني، افرض واحد عنده هيستيريا شويه، كل شويه يشرب ميه يشرب ميه يشرب ميه، يبقى عنده بوليديبسيا، عنده حاجه اسمها هيستيريكال بوليديبسيا، مهووس بشرب الميه. طب ما هيعمل حمام كتير، اكيد هينزل ميه كتير، اكيد هيبقى عنده بوليويا. يبقى المرض ساعتها نسميها بوليديبسيا بوليويا سندوم. اما ده يا دكتور بوليويا بوليديبسيا سندوم او ديابيتس انسيبيدس. المشكله فين؟ في الاي دي اتش. طب هو الاي دي اتش بيطلع منين؟ من البوستيريو بيتيوتري. ممكن الاي دي اتش يكون المشكله ان هو ما بيطلعش اصلا. طب افرض طالع يا دكتور، ممكن يكون المشكله في الكدني، الريسبتور اللي بيشتغل عليها في الكدني مش شغال او بايظه يا دكتور. يبقى ليه سببين، اما سنترال اما نيفروجينيك. سنترال يعني السبب بيتيوتري او هايبو سالامس، السبب من فوق، او نيفروجينيك وسبب النرينال ان ريسبونسيفنس، مفيش استجابه يا حبيبي. الكوز اهي ديفيشنسي او انفكتفنس، يعني ديفيشنسي ان هو قليل او ان هو طلع بس لا يوجد اي افاده. الفيتشر العيان بينزل ميه كتير، بوليويا اب تو 4 لتر كل يوم. طب فيها ملح؟ لا، لو سبيسيفيك جرافيتي هايبوتيك. لوس اوف اكسس ووتر وزاوت جلوكوزويا، وزاوت جلوكوزويا مش بينزل سكر، مش مسكر، ماشي؟ فيعطش، يحسب بوليديبسيا، فعنده دي هايديشن، ممكن يدخل في دي هايديشن. ده بالنسبه للدايبيتس انسبت بس. ادخل بقى على التيومو. البيتيوتري تيومو يا حبيبي اما بايماي تيومو او سكندري تيومو. سكندري تيومو يعني جات لها من مكان تاني. طب البايماي تيومو طالعه فيها. البايماي تيومو قد تكون بيناين او قد تكون مالجنن، قد تكون اوام حميده او خبيثه. الاوام الحميده الادينوما والكرينيوفانجيوما، والكرينيوفانجيوما علمنا عليها. لانك بص معايا، هو احنا بنحط الغدد الثانيه ليه طالما هي مش مهمه؟ اصل في اسماء لازم تاخدها في الطب. ازاي يا دكتور؟ يعني كرينيوفانجيوما ده بتاع الفسيولوجي مش هيقولها لك. كرينيوفانجيوما يعني وان في البيتيوتري، وهفهمه لك دلوقتي واحده واحده. زي مثلا بقول لك كلمه فيكوموسايتوما،
في كوموسايتوما وام في الادرينال جلاند المظله بتاعتها. الاسماء ديت ما تعرفش تستنتجها، يعني انا لو قلت لك برونكوجينيك كارسينوما هتعرف ان ده كانسر في اللنج. اه لو ما عرفتش ان ده كانسر في اللنج هتشل، والله هتشل. سنه تانيه سنه تانيه، ده كانسر في اللنج من اسمه برونكوجينيك في البرونكاي. اما ده كينيو فانجيوما، كينيو يعني مخ، اي بوام في المخ، فانجيوما يعني فانكس. ايه اللي جاب المخ للفانكس؟ ايه اللي جاب الاثنين اللي ايه اللي جاب احمد للحاج احمد؟ يا حبيبي كل الحكايه ان البيتيوتري جزء منها اسمه بوستيريو بيتيوتري اللي هو النيو عصبي، والجزء الاولاني غدي اللي هو الاجنو. مش سالت نفسك ده عصبي ليه وده غدي ليه؟ يرجع للامبيو للجنين. في الجنين يا حبيبي وانت في بطن ماما البيتيوتري جلاند اتكونت ازاي؟ عندك قاعده البرين، البيز بتاعت البرين اسمها الداين كيفر، مش مشكله، البيز بتاعت البرين قال لك امتدت منه بوسس. وعند حضرتك الروف بتاع الماوس السطح ده كده اللي هو سقف البق، سقف البق والبيز بتاعت المخ ده امتد منه ايه بوسس، وده امتد منه بوسس. البوسس بتاعت روف اوف ماوس تسمى اوراثكس باوتش على اسم العالم، اوراثكس باوتش. ايه بص معايا كده، البوستيريو بيتيوتري جاي اهي والانتيريو بيتيوتري جاي اهي، ركبوا على بعض عملوا البيتيوتري جلاند. عشان كده في ناس تعتبر ان البيتيوتري الانتيريو بيتيوتري غده وان البوستيريو بيتيوتري غده اخرى. ماشي يا دكاتره، ادي عند حضرتك الهايبوثالاموس اللي هي جزء من البيز بتاعت البين، وادي الاستوك، وادي البوستيريو بيتيوتري، وادي الانتيريو بيتيوتري. دي طبعا جايه من ايه؟ جايه من فوق، جايه من المخ، فبالتالي عصب اللي هي نيو هايبوفيس، اما دي ادينو هايبوفيس. طب بص معايا، ممكن للاسف بعض الرافكس باوتش ريمننت يعني بقايا منها يا دكاتره توجد في البيتيوتري ستوك، توجد في البيتيوتري ستوك كده. البقايا ديت ممكن تتهبل وتكون ورم. الورم ده اسمه كرينيو فانجيوما. عرفت كرينيو فانجيوما؟ كرينيو لانه في الكرينيال نيرف، يعني هتلاقيها في الله يلاقيها في الكرينيال نيرف. هات الخلايا يا حبيبي وتعالى افحصها تحت الميكروسكوب تلاقيها خلايا فانكس. ايه ده يا دكتور؟ خلايا ماوس او وف اوف ماوس؟ ايه اللي جاب هنا هنا؟ بنسموها كرينيو فانجيوما، ولقوها ان هي من ريمننت اوف اوراثكس باوتش. الجوز بيكتشر عباره عن سيستك او سوليد ماس، عادي احنا ما نعرفش بالظبط، عباره عن خلايا من سكويموث ايبيثيليوم، وممكن الخلايا دي بتموت ويترسب عليها شويه كالسيوم يحصل كالسيفيكيشن. ده الكرينيو فانجيوما، صعبه؟ والله ما صعبه. طب البيتيوتري ادينوما يا حبيبي، البيتيوتري ادينوما اكتب لي عليه ورم الاحتمالات. يعني ايه يا حبيبي؟ قد يزيد او قد يقل، ممكن يزود الفانكشن بتاعتك او ممكن يقلل الفانكشن بتاعتك. ماشي، اول حاجه يقول لك هو ارايز من الهرمون بروديوسنج سيل. اي خليه بتطلع هرمونات، وكل الخلايا في الانتيو بتبدا بتطلع هرمونات. هو اشهر سبب للهايبر بيتيتوريزم، احنا قايلينه في الهايبر بيتيتوريزم فوق. ممكن يكون نون فانكشن وساعتها يكون سايلنت، مشكله. عارف لو فانكشن الست تجي لك مثلا ده انا بقول لك زايد، بنزل في لبن بينزل من البريست ومش معاد اصلا وانا مش حامل، في لبن هينزل ليه يعني؟ ماشي، وانا ما بضعش ولا حاجه. ف تلاقي الدنيا متلعبكه والهرمونات متلعبكه عندها، فده اشهر سبب للهايبر بيتيتوريزم. ومشكلته ان هو لو كان سايلنت هيضغط من غير ما يدي دلاله، هيضغط يضغط يضغط، ممكن يدخلها في مصيبه مره واحده. يبقى لو كان نون فانكشن يعني سايلنت، السايلنت ادينوما بيديوس بريشر افكت اون بيتيوتري جلاند اند اوبتيك كايزما. لما يضغط على الاوبتيك، ايه الاوبتيك كايزما ديت؟ يعني الاوبتيك كايزما ديت حته التقاء العصب بين البصريين مع بعض، اسمها اوبتيك كايزما. ادخلها بالتفصيل يعني في السبيشال سينس، او ممكن خدتها قبل كده. اوبتيك كايزما ديت يا حبيبي ادي العصب البصري، العين اهي وادي العين اهي، بيطلع منها عصب بصري وعصب بصري بيلتقوا هنا كده، دي اسمها اوبتيك كايزما، دي اسمها اوبتيك كايزما. البيتيوتري موجوده فوق الاوبتيك كايزما، لو كبرت هتضغط عليها بس باقصى ولا اقل. ماشي يا حبيبي، التايبز بتاعت البيتيوتري على حسب، مش الخلايا بتاعت الانتيو بتوتري اما كوموفوب اما كوموفيل؟ قال لك اه، اما ممكن تكون كوموفوب ادينوما طالعه من الكوموفوب، واللي كوموفوب اصلا هي اللي عددها كبير، فبالتالي الورم يطلع منها 75% وبتكون نون فانكشن، يعني هو ايه مشكلتها بريجر. بينما ممكن تكون من الكوموفيل، اسيدوفيل ولا بيزوفيل؟ الاسيدو كتير 20%، وساعتها جوس هرمون، لو كان قبل البلوغ يعمل جيجانتيزم، لو كان بعد البلوغ اكروميجن. طب البيزوفيل يا دكتور زي الاي سي تي اتش، ممكن 5% حبيبي او نسبتها 5% يزيد الاي سي تي اتش يعمل كوشنج سندروم. في انواع ثانيه يا دكتور، زي ان في ممكن الادينوما ديت تطلع في خلايا اللي بتفرز بولاكتين فيطلع بولاكتين كتير فيسموها بولاكتينوما،
قلب ولاكتينوما يا دكتور، قلب ولاكتين الست امتى يفرز عندها بولاكتين؟ وهي بتستعد عشان تولد عشان ترضع ابنها، صح؟ طب وفي ست بترضع بيكون عندها الدواء؟ لا، فبالتالي بيكون مقطوعه الدواء امينوية، مش عليها دواء، مش عليها منستوال سايكل، امينوية. يبقى البولاكتينين البولاكتينوما معاها امينوية، وكمان اكيد البولاكتين بينزل لبن، اكيد معاها جلاكتوية، تمام؟ وللاسف ممكن تصاب بانفيرتيليتي، ممكن تصاب بانفيرتيليتي. الهرمونات والمنستوال سايكل مهمه للفيميل الاوفري، لانه بينشطها، شغال تنشيط 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 لحد ما يجي السبيرم وياخد اللي فيه النصيب. بعد كده عند حضرتك تدخل على الجوز بيكتشر، اما صغيره اما كبيره، اما مايكرو، وديت بتبقى يعني موجوده في السله، يعني موجوده في الايه؟ موجوده في الجراب بتاعها، حتى كانوا السله دايما يقولوا لنا عامله زي الجراب بتاع البيتيوتري. اما مايكرو حجمها كبير، حجمها ايه؟ حجمها كبير، يضغط على اللي حواليها، وحواليها كمان اوبتيك كازما تضغط عليها، فالاوبتيك كازما ده هيأثر على العين، هيأثر على العين يا حبيبي. ماشي، بيعمل حاجه معينه كده، بلاش ادوش دماغي بيها. الميكروسكوب بيكتشر عباره عن خلايا، اما في هيئه بابيلي، اما في هيئه حبال، اما في هيئه كود، خلايا بوليجونال متنوعه الاشكال. اخر حاجه خد الكانسر بتاعه البيتيوتا يا حبيبي، قال لك بيختلف من الويل ديفرنشيتد للبولي ديفرنشيتد، ممكن الخلايا تتعرف عليها او ممكن مش تتعرف عليها، يعني ليها اختلاف او درجات مختلفه من البليوموفيزم، من تغير الشكل. اتس دايجنوسيس ريست ابون ديمونستريشن اوف ميتاستاس تو لينف نود. يعني ايه؟ انا مش هشوف البيتيوتا، امال ايه؟ شوف اللينف نود، اللينف نود والله حصل لها ميتاستاس، يبقى ده مالجنت وبدا ينتشر، يبقى ده كارسينوما يا حبيبي، لللينف نود، للليفر، للبون، وهكذا. بس كده خلصنا البيتيوتري. حكايه روايه والله ولا حوار، صعبه مش صعبه؟ عرفت ما بداتش بالبيتيوتري ليه؟ مش في حاجه تبتدي ابدا فيها ازاي يعني؟ انا اجي اقول لك ايه؟ هايبر بيتيوتريزم سببه الادينوما والهايبربليزيا، هايبر بيتيوتريزم، والله شيهان بتتجوز سراج، شيهان سندروم اللي هو الهيموج وسراج يا دكتور، اللي هو السيرجي والراديشن والادينوما والجي الجرانيولوما. وعند حضرتك في بعض الاورام، بعض الاورام زي ايه؟ زي الكرينيو فارنجيوم، اهم حاجه تطلع من الريمننت اوف راسك سباوتش. ولو جالك سؤال بكره هيجي لك من الريمننت بتاع راسك سباوتش اللي هو بتاع الكرينيو فارنجيوم. الادينوما يا حبيبي ممكن تكون ايه؟ والله ممكن تكون الادينوما عند حضرتك اسيدوفيل، بيزوفيل، ممكن تكون كروموفوب، او ممكن بيطلع بولاكتين، البوص صغيره او كبيره، الميكروسكوب، الخلايا متنوعه الاشكال. وخلاص خلصنا. السلام عليكم، اشوفكم بخير في الفيديو الجاي يا زعماء.